اهلا بحضراتكم مره تانية بعد الفاصل. سريعا هنروح لسوهاج ونتابع من هناك المعارض والمنافذ اللي بتوفر سلع باسعار مخفضه استعدادا لشهر رمضان الكريم مع زميلنا محمد رفعت. صباح الخير عليك يا محمد. صباح الخير عليك يا شاذلي، صباح الخير عليك يا ايمان، صباح الخير على كل مشاهدينا الكرام، كل عام وحضراتكم بخير وصحه وسعاده. ايام قليله بتفصلنا عن الشهر الكريم. اقف الان في احد معارض اهلا رمضان، هذه المعارض التي اقامتها محافظه سوهاج بالتنسيق مع الغرفه التجاريه ومديريه التموين في المحافظه لبيع السلع الغذائيه والمنتجات الاستهلاكيه باسعار مخفضه للمواطنين ضمن توجيهات السيد الرئيس عبد فتاح السيسي. هذا المعرض هو واحد من 17 معرض آخر أقامتهم محافظة سوهاج ومديرية التموين والغرفة التجارية في مختلف مراكز ومدن المحافظة. نتحدث أيضا عن 6 معارض أخرى أقامتهم وزارة الداخلية في محافظة سوهاج بعدد من المدن والمراكز الكبرى تحت شعار كلنا واحد. نتحدث أيضا عن معرض لوزارة الزراعة تم إقامته في محافظة سوهاج، بالإضافة إلى معرض أخير أقامته مدارس الثانوية الزراعية لعرض منتجاتها ومنتجات الألبان، كل منتجات الألبان بأسعار مخفضة وأسعار تنافسية ضمن دورها المجتمعي. للمزيد ينضم إلينا الأستاذ محمد إبراهيم وكيل وزارة التموين في محافظة سوهاج، يطلعنا عن هذه المعارض ونسب التخفيض وأهم المنتجات والسلع الموجودة في هذه المعارض. أهلا بحضرتك أستاذ محمد، وفي البداية تكلمنا عن هذه المعارض، مدى إقبال المواطنين عليها ونسب التخفيض داخل هذه المعارض. اولا يعني السنه دي الحمد لله كل سنه وانتم طيبين، زودنا في عدد المعارض عن السنه اللي فاتت. مبادره كلنا واحد 6 معارض، مبادره امان 13 منفذ لبيع اللحوم، 17 منفذ بالتعاون مع الغرفه التجاريه منتشرين في كل مراكز المحافظه، في معرضين رئيسيين في مدينه سوهاج هنا، في معرضين في مدينه طهطه، واتفتح النهارده معرض ثالث في شطوره مدينة جرجا، كذلك فيها أكتر من معرض. المراكز الكبيرة عملنا فيها أكتر من معرض، المراكز الصغيرة عملنا معرض. القرى والنجوع ما سبناهاش، لا بنوصلها بالعربيات المتنقلة بحيث نوصل السلع لكل المواطنين في أقصى المحافظة. تكلمنا عن المنتجات الموجودة في هذه السلع، المواد الغذائية، مستلزمات الشهر الكريم، ماذا عن هذه السلع ونسب التخفيض فيها؟ كل مستلزمات المواطن المصري في الشهر الكريم متوفرة، بدءا من البقالة بأصنافها والزيوت والسمنة بكل أصنافها حتى المنظفات، يعني كل ما يحتاجه المواطن المصري في خلال الشهر الكريم متوفرة وبكميات كبيرة. نسب التخفيض من 10 ل 15 ل 25% على مختلف المنتجات، فلذلك يعني المعارض دي فعلا هبطت الأسعار في السوق بره، خلت التجار اضطروا لازم ينزلوا عشان يقدروا يبيعوا. يمكن داخل هذه المعارض هناك منافذ لبيع اللحوم البلدية أيضا بأسعار مخفضة واللحوم المجمدة، ماذا عن هذه الجزئية؟ طبعا يعني في بعض المعارض فيها منافذ لبيع اللحوم بلدية، وفي سوداني وفي برازيلي، بكل أصناف اللحوم متوفرة، الدواجن برضو المجمدة متوفرة، أشكال يعني بمختلف الأحجام بتاعتها والأوزان، في من 900 جرام ل 110، من 900 جرام ل 1100 1200 جرام متوفرة. معالي الوكيل، يمكن قبل التسجيل كنت بتكلم عن متابعة السلع وجودة السلع الموجودة في هذه المعارض. في مسؤول في كل مركز شغلته المعارض يرصد إيه اللي بيدور فيها، ولو حصل دروب في سلعة لازم بيخطرنا فورا، بنخطر غرفة العمليات نستعيدها. العفو يا فندم. إذن أعزائي المشاهدين، هكذا كانت الصورة هنا في محافظة سوهاج والاستعداد للشهر الكريم. يتبقى أن نذكر أن المديرية أعلنت أن هناك 40 سيارة متنقلة لنقل السلع الموجودة داخل هذه المعارض إلى قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة. نعود بكم الآن من سوهاج إلى استوديوهاتنا. إليك الكلمة يا محمد، إليك الكلمة يا إيمان. بنشكرك طبعا محمد رفعت مراسلنا من سوهاج، شكرا جزيلا ليك ولضيفك الكريم.